شوف الاهداف النهارده، النادي الاهلي بيحرز رباعيه رائعه عن طريق محمود كهربا، هدفين النهارده بطريقه رائعه، وايضا محمد مجدي قفشه وحسين الشحات. ونتكلم ونحلل بقى مع ضيوفنا الاهداف. الهدف الاول يا كابتن هاني جه عن طريق الاول محمد مجدي قفشه بمراوغه من ناحيه اليمين، واحد ضد واحد عملها بشكل رائع. وعايز اتكلم عن طريقه انهاء كهربا للهجمه. صحيح، ناخد الاول نرجع بس الصوره الاولانيه، هو وجود اولا قفشه ناحيه طاهر، دي لا مركزيه، ان قفشه واخد حريه حركه في التلت الاخير بشكل كبير جدا. فوجود قفشه على الخط دلوقتي على الصوره بيلعب احنا متعودين قفشه رايت وينج في عمق الملعب بالظبط، قلب الملعب بالظبط، لكن قفشه كان الحقيقه متحرك في بحريه كبيره جدا، فهو استلم الكوره في كانه رايت وينج. طيب الرايت وينج امكانياته ايه؟ انه بيروح واحد على واحد ويعدي، وده اللي عمله قفشه. هات الصوره اللي بعديها، ده واحد على واحد بمهاره قفشه قدر يعدي، ودي خلي بالك جراءه انك تروح في المكان ده وتروح واحد على واحد في لعيب تاني يمسكها او يلعب الاوفر. دي حاجة، الحاجة كمان المميزة جدا في قفشة انه باصص بيلعب الكرة لمين؟ يعني هو قفشة بعد ما عدى عنده من الهدوء وعنده من القدرة انه بيعمل التشيب باص، هو ما عملش اوفر، هو عمل تشيب باص. ده لو عامل اوفر جامد شوية هتعلى منه. فعامل تقريبا تشيب باص بشكل كويس قوي لكهربا، اللي كمان نهاية كهربا كمان خلي بالك هنا، بص في الهجمة هنا ومجدي قفشة بيعملها بمهارة عالية. شوف كام واحد من فريق أبيجان، بتتكلم واحد اتنين تلاتة أربعة، واعملها بالمقاس تقريبا بيلعبوا 4 على 2 او 5 على 2. انا كان نفسي تسمع بقى في اللايف الكابتن هاني وكهربا بيعدي بعد لما عدى وعمل كروس، وبعدين ده قفشه وهو بيعدي فبيتكلم على المدافع بتاع استاذ بجان اللي هو يمين هيعدي شمال هيعدي، يعني ده حقيقي الوقفه بتاعته، الوقفه بتاعته هو رايح بوشه فبيقول بص قفشه عدى ازاي، قلت له ما هو لو راح شمال هيعدي وراح هيعدي. فمهاري قفش انه راح في السكه اللي عارف ان هو الجزء الثاني عامل تشيب رائع يعني. وحتى في الجون ده معلش يا كابتن عماد، لا لا اصلا كهربا بدايه اللعبه نفسها كهربا بديهه وعمل سبرنت ودخل جوه ال 18، وطاهر حرك نفسه من الطرف دخل في العمق ففضل قفشه. فهي يعني جمله لطيفه ومتكامله وحاجه يعني بتبين لك ان اللعيبه كانت مركزه. وهتلاقي في كل جول في كل هدف هتلاقي الاربعه موجودين، قفشه كهربا حسين الشحات طاهر محمد طاهر محمد طاهر. الهدف الثاني معانا كابتن عماد، في صوره قبل دي طبعا زياده عدديه، احنا 2 4 6 7 طبعا بتدافع الفرقه استاد ابيجان كلها تحت الكوره، لكن مهاره الاستلام والتسلم، المهاره في ازاي تضرب الخطوط من اول حسين وطلب افشل المسافه دي يا اسامه الصغيره، ال 2 3 متر دي عشان تستلم فيها الكوره بالدقه دي وتلف وتعمل 1 2 في المساحه دي محتاجه لعيبه وكواليتي عالي جدا، وده اللي كان موجود ما بين حسين الشحات اكيد حسين الشحات مع قفشه، وقفشه مع طاهر وكمان التول اللي طلع من رجل طاهر حاجه كده حاجه حنينه اللي هو اللي انا بديك يعني ايه حته مش متعودين من طاهر يعني طاهر بقى حنين شويه والانهاء طبعا والفينش بتاع قفشه زي الباص في مباراه العين لما طاهر عملها لامام عاشور، امام عاشور خدها على طاير وحطها بوش الكابتن مصطفى كان معانا قال باصه فيها حنيه. ايوه فالنهارده فطاهر بيكمل الحنيه بتاعت الباصات والاسيستات بتاعته. فجون مميز طبعا الهدف جيلبرتو ده الهدف الثالث اللي جه عن طريق حسين الشحات. لو ممكن نرجع بالفريمات كده بسرعه، يعني برضو دي هجمه من وجهه نظري دي هجمه مرتده نموذجيه. بص رايحين اهو ادي اربعه من النادي الاهلي رايحين هجمه مرتده، دي طاهر بينطلق. بص اللعيبه هنكمل الفريمات مع بعض كده هتلاقي اللعيبه ازاي تمركزها النهارده. بص هنا بتتكلم على اربعه هنا في الكادر ده، اربعه ضد ثلاثه بالظبط كده، عندك افضليه وزياده في العدد في كل حاجه. هنا بقى القرار، بنتكلم دايما ان القرار بتاعك لازم يكون في افضل شيء. هنا القرار بتاع طاهر محمد طاهر كان مميز جدا في التمرير. طب استنى قبل ما نروح، انا بس عايز ارجع فاكر المباراه اللي فاتت مباراه الاتحاد في اول 5 دقائق لما طاهر راح بالكوره وكنا رايحين على 4 على 3 من الاتحاد السكندري، لما خدها وراح بيها على اليمين وسدد واستعجل فيها بدل ما يلعب مثلا بالكعب كان فيها تسرع شويه. ده قرار ده القرار هنا النهارده بالزبط. انا حاسس ان في هدوء النهارده بالظبط. القرار هنا مميز جدا، بس طاهر لعب الكوره بشكل سهل جدا اهو راحت اعتقد ليحيى عطيه الله. نكمل ما هو مع بعض يحيى وهنا اللقطة. وهنا اللي قلناه في بدايه الاستوديو التحليلي ان يحيى عطيه الله في المباريات اللي زي دي كولر بيستغله في التحولات
او في اللحظات الهجوميه ان هو ممكن يخليه موجود هنا في العمق مش بس على الطرف. استلم الراجل اهو بشكل مميز. بص انا برده كهربا مش سرحان لان كان ممكن لو هو سرحان يفضل واقف في الاوفسايد. الراجل رجع متغطي استلم الكره من يحيى عطيه الله ما فيهاش طمع. الراجل راح على طول مديها لحسين الشحات وحس ان حسين الشحات ممكن يكون في موقف افضل للتسجيل. وحسين الشحات على طول وهو حتى بيقع اهو كملها التكمله. فهنا من وجهه نظري دي هجمه مرتده نموذجيه يعني 10 على 10 شابوه. عايز اشيد بوجود يحيى عطيه الله في المكان ده. ما هي دي تنفيذ كافيه. بتتكلم على باك ليفت وبيلعب في نواحي الدفاعيه فالنهارده يطلع بسرعه علشان في هجمه مرتده لازم. خلي بالك النهارده دي لما بتتكرر يعني انا قلت جبت لك مثل في مباراه في افريقيا اللي هي كانت جورمايا كان في هدف من الاهداف كان يحيى عطيه الله تقريبا في نفس المكان. فطالما الموضوع ده اتكرر تعرف ان ده نمط النادي الاهلي بيستعمله. ده معناه ان المدرب بيطبقه. فهنا ده شغل ده مش حاجه اللي هو ايه مش حاجه بالصدفه. يعني وجوده في المنطقه دي خلي بالك لو ما كانش موجود كان الكره اتلعبت لكهربا كان هيبقى اوفسايد. يعني لو هو مش موجود في الحته دي كان طاير كان حلوله هتبقى اقل شويه. القرار اتاخر ممكن بقى عشان هيتاخر شويه فكان هيبقى في صعوبه في اتخاذ القرار. كان ممكن يلعب لكهربا كان هيبقى اوفسايد. لو استنى مثلا اللعيبه اللي جاي من ضهره الموضوع اتقفل. نشوف بقى الهدف الرابع عن طريق كريستيانو كهربالدو. ده الاسم الجديد كريستيانو كهربالدو. جول جميل. والجول الرابع جول يعني انا اللي عاجبني في الجول دوت ان كابتن عماد النحاس قال هنشوف النهارده خالد عبد الفتاح هو بيزيد. عارف فعلا خالد النهارده بيعمل الاسيست والهدف الرابع. هربط بالمباراه اللي فاتت لان المباراه اللي فاتت كان الكره عدت من المدافع بتاع الاتحاد السكندري وكهربا فوجئ فلعب لعب الكره بدماغه طلعت بره فما كانش محضر نفسه. لا هنا هتلاقي نفس يعني تقريبا خليهم يرجعوا بس عشان يعني ارجع بالكادر اللي قلنا بالكادر الاول وخالد عبد الفتاح يعني هو محضر نفسه. هو الكره عدت من المدافع بس هو محضر نفسه بشكل كويس انه ومكرر يعني هو كابتنة. بالظبط يعني في مباراه الاتحاد كانت نفس الكره فهو فوجئ ان الكره جات له فلعب الكره بره لكن ديت هو محضر وعارف ان الكره دي لو عدت انا هعمل ايه فقراره كان اسرع اتخاذه في القرار بشكل اكتر من رائع. الجول شكله حلو من الاجوان اللي شكلها حلو وبالتالي يقول لك ان في عمليه تحسن في تركيز كهربا. عمليه التركيز موجوده بشكل اكبر بعديها ما فيش تركيز شويه في الكره الجون فاضي فرجليه بتفتح شويه لكن الكره دي بالذات هو كان متوقعها وعامل الوضع ومهيئ نفسه كويس قوي ان الكره دي هتعدي. والعرضيه كمان والعرضيه كانت هايله. العرضيه طبعا كانت طيب ممتازه. في الاربع اهداف بقى الهدف الاحلى فيهم الهدف الاحلى انا دايما بحب الحاجات اللي في الشورت ديستانس الحاجات الضيقه اللي بتتعمل 1 2 في الضيق يعني كهربا شكله حلو قوي ومتوقع كويس لكن انا اعتقد لا انت رايك احنا ما تاثرش على الباقي. طيب انا رايي افشل. هم فعلا محمد مجدي افشل الهدف الثاني ده احلى هدف النهارده كابتن عماد هو بيتكلم فعلا. انا مع طبعا مع كابتن هاني في الهدف لكن انا هختار كهربا في الهدف الرابع. كهربا في الهدف الرابع. طب اننا اخترنا كهربا في مره وقفشه ممكن انا اروح لحسين الشحات من الهجمه المرتده عشان نبقى كده رضيناهم كلهم. بس هي فعلا انت دورك جه يبقى انا خلاص اختار الاربع اهداف. انتوا اخترتوا